أعزائنا المشاهدين، ننتقل بكم الآن وعلى الهواء مباشرة إلى مبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث تعقد هيئة الرؤية الشرعية جلستها لتلقي الأنباء والشهادات بشأن تحري هلال شهر شوال. الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأكرم رسله سيدنا محمد خير الصائمين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البعينين في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 29 رمضان 1440 هجرية الموافق 3 يونيو 2019 ميلادية، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال. وحيث أنه لم يتقدم أحد لإدلاء بشهادته، غير أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر شوال في هذه الليلة، وأن يوم قدر الثلاثاء الرابع من شهر يونيو 2019 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية. وبناء عليه، فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعا، جعله الله عيدا مباركا عائدا على جميع المسلمين باليمن والخيرات والبركات. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين الوفي، وإلى العالم الإسلامي أجمل التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر المبارك، ضارعين إلى الله القدير أن يجعل هذا العيد فاتحة خير وسلام ويمن وأمن للعرب والمسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالعزة والكرامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.